السلفية هي اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: جرى العرف عندنا أنه في العقيقة تذبح ثم يدعى إليها الجيران والأقارب ولا يتصدق شيء للفقراء، فهل هذا صحيح؟ هذا مجزي، لكن الأفضل أن تتصدق على الفقراء، تعطيهم لحم يتصرفون فيه على حسب حاجتهم. نعم، هذا هو الأفضل. نعم. أنا سلفي على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح.